عبد الله زمان. دير الزور 23/12/2012 قيام كتيبة الصاعقة التابعة للواء الفرقان تابعة لجبهة تحرير سوريا باستهداف آلية استهداف آلية تابعة لعصابات الأسد. الله أكبر والعزة لله. اللهم سدد رميهم. اللهم سدد رميهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. انتبه سرطانة. أبو عبد الله إصابة مباشرة 100%. الله أكبر. صابك الله أكبر. الله أكبر.